ايوه شوف يقولي لها كنا بغينا نصيفطو عندك وخلطو علينا الطياف وما جبرنا كي نديرو وجينا نطربورك لقينا الفلوس ديال التعبيبه خاويه. ايوا صافا ماما قلتي لي هاد الهضره قبيله ملي كنا جايين، واش تبقاي غير تعاودي لي؟ ايوا غير راني نكد لك راني نعرفك كي دايره. ماما تا انت ايمان تفكرتو باللي بنتكم يانا يحسب لي راني مقطعه سميتي بالحاله المدنيه. يا تي شوشوتينو يا البكريه المرضيه ديالي، واش من نقطع ورقتك نقطع ورقتها هذه اللي بغات تجيب لي القبيسه. وعلاش ايمان واسمو دارت لك؟ اميره اميره فين راكي خالتي؟ يا روحي انت لعي بحريجي وعقولكم قد قد. ايوا غير خليني ندخل داخل ونقول لك وانت قولي الله اعلم. يا انا صافي عقلي وقف وحلقي نشوفو طريقي تلف نجيبها لك هكا مستفه بالك تقولي ما مسكينه. اما ما مالكي خلعتيني واسمو كاين؟ يا تحيي تنخلعي ما تنخلعيش بحالي، ادار فيك ربي واحد لاجر كبير ما جيتيش البارح، لو كان راكي نصرعتي. ماما هدرت البارح خليها في الطرف، لحقاش راني عاد مغلغله من جهتكم، قولي لي مالك ودروك انتي وايمان عاد نتحاسبوا على الفعله ديالكم. ايوا غير صنتي لي نعاود لك، واش انا العزيزه ديالي نتخلى عليك انتي؟ ها؟ خي قولي لي واش كاينه شي ماين ما تبغيش بنتها تحضر في نهار الفرح ديال اختها؟ ها شوفي البارح تخلط عليا الله يستر فيه اليوم، قلت لك ما بينا ما علينا حتى خلط علينا، شكون مات شكون؟ ها جيران خالتك سعيده واسمو بغاو جاو يشوفو ايمان، قال لك اسيدي بغاو يخطبوها. ايوا حتى لهنا مزيان، مين قلناها لها وروحي تشوفي، قلنا لها راجعوا عندك الناس وبغاوك تخرجي عندهم تشوفيهم، قالت لك والو جي ما نخرجش عندهم، احنا نجرو وهي تجر. ايمان وعلاش؟ ايوا لمن تقوليها بنتي وراكي تشوفي، وفي التالي دارت بيك السبه قالت لك نمشي عندي اسماء نقولها لها. يا راه خفت بنتي ما نكتبش عليك، خفت تجي عندك ما توليش وتحشمني قوالت عباد الله، قلت لها حقا بالعاني، قلت لها راني ضربت لي اسماء التليفون ويا انا زعما كنت بغيت نضرب لك. ساعه ضربت لاله الضاويه قلت لها توجد لي شويه السفاه، وتلهيت هانيه مع سعيده توجد لي المسمن، وبقيت رجل هنا رجل لهي وحاضيها خايفه تهرب. ها ونسيت ما ضربت لكش. لا جب علاش دارت هكا؟ باش تشوفي يا بنتي وا باش تشوفي امك ما عندهاش الزر. ايوا صافا ماما كاع ما تبكي صافي. اله الا الله كاع هاد الشي وقع لكم وانا ما في خباريش. ايوا وما شفتوش كاع؟ مشاو زعما بلا ما يكملوا ولا كيفاش؟ الا رجاي احوج من نمشيو بلا ما يكملوا، واش راه سايبه الدعوه ولا؟ بقيت نحشم فيها نحشم فيها على سواد سعدي ولا لك الضاويه تاهي تحشم فيها، ودخلت شافت الراجل. ايوا مين مشي وقالت لك ما نواجبوش ما نقول له واه ما نقول له حتى شي حاجه. اميره هاكي رواحي رواحي بوسيني. ماما نعرفك واش تراها تقول لها. يا ربي تعفو على ماما يا ربي. ما قلت لك شعاد وقالت له كان غادي يديني واحد المصري وسمح فيا نهار عرسي. ايوا يقولي لا بنتي ماشي ندير جلابتي ونمشي فين ما نولي. ها علاش راكي تبكى ماما؟ هو صافي ما بغاتش شغلها، وزيد واش تدير بهذوك اللي يجيو من خالتي سعيده؟ لا واش تحابلك زعما هو يسكن معاهم؟ هلا يسكن في طنجة وخدام مهندس زائد الدنيا زينتو تبارك الله، هي اللي فيها التابعة ولا ما سخاتش ولا ما نعرف فيها شي حاجة، ولا بنتي ماشي طبيعية. بنتي انا لو كان لقيتك البارح حدايا غير تسقدي لي بعد الكوزينه اتلفت ونسيت حتى لقيت الناس خارجين عاد ضربت الفكر في العقايبينو. بردي قلت لهم ما قلتهاش لبنتي ياسمه. ايوا صافا ماما انت ما عليك والو، واش كان حد المطارق ونزيد الكانة وزيد واخا قلتيها لي ما نجيش ما نقعدش كاع في خاطري، غير بقى فيا الحال من جا سعيد من السوق قال لي امك راه عندها الضياف وجاتني بحال الشمته. قالها لك سعيد؟ وشكون قالها له؟ قالتها له خالتي الزاهية تسوقت وقالت له خليت الضياف حدا دار نسيبتك، وقالت له راهم جاوا بالخير والخمير ولطوا حتى الباب وانا تشعلت فيا النار ما نكذبش عليك. ايني يا امو لالا الزاهية هي مولات هاد الفضايح كاملين، وانا نقول شكون اللي قال له؟ يا ربي شكون اللي قال له؟ بغيت ناكل في روحي. ايوا ها شوفي سعدي بنتي دروك اللي بارح فات واللي فات مات والخبر ها هو في راسك، دروك شدي ايمان عندك انا غادي نمشي وانت ردي لها العقل وقول لها ترد على الناس وتقول لهم واه راني عييت وبغيتها حتى هي تفرح وتشد دارها ودير ولادها،
وها قربي عندي نقول لك باش ما تسمعنيش. واش تا ماما كان قلبي طيب وكملتي عليه؟ الليلة قالت لك بغيت بابا نتشاورو ونقولها له ونعيط له يحضر معايا، قولي لها انت غادي تقوليها لي وعلمي لي صافي، غادي عاود تحطو سبه وتقولها لذاك الراجل. لغاي لها سعدي ببنتي وتضحكي معاها وقولي لها مبروك باش تحكي لك، راه حنا والو ما تقولناش كا واش تحط راسها، وخبري لي صافي بنتي. ايوا رجاء مالك صاحبتي قطعتي عليا حتى ميساج ما تصيفطيه ليش؟ مدة هادي ما تشوفناش، مالك قطعتي خطره وحده؟ انت زعما عندكم الويفي وامك عندها لابونمو، كسرالك ولا نسيتيني؟ لا والله الا الشوق متبادل، غير مع القرايه وشتي العطله ديجا فات الطايره ما شبعنا حتى نعاس. والله الا ايوا ايوا راكي عارفه مع هاد الانتقال شتتنا الشمل يا صاحبتي، حتى الطوبيس ما يجمعناش. علاش راكي ديبلاصاي في الطوبيس ولا ما بقاش يوصلك خالك؟ يا ودي تنسيا فين هو خالي؟ مشى رجع لهولندا هادي شي 10 ايام. ايه رجع شيمو بيك تسوال على التوصال ولا خالية العفريتة؟ لا لا غير سولتك، شفتو يمشي معاك ويردك، ومن قلتي لي في الطوبيس قلت علاش ما راهش يديك. والله الا مشى عندوش لا شغل، هو اصلا ديما هكا، ما تعرفيه لهي ما تعرفيه هنا، يجي شهر شهرين وعاود ليه هكك. ايه ايوا مزيان. يا ربي واش نسولها على الهضره اللي قال لي، ولا تبقى تنوي فيا عاوتاني راني طايره وملهفه عليه. خلي عليا ندير مع ماما اللي راها غير تستنى وقلبها لي مخي، فوقاش يجي وفوقاش يجي، واش تنقول لها؟ ما فيها والو، ولا نقولها لها فيها والو، حتى الا قالت لي بنقص نعرف ما ندير. وياو شيماء فين مشيتي؟ فين راكي؟ واش انا نهضر ونتي غيبتي لعالمك الخاص؟ لا راني غير كنت باغيه نسولك بصح، بصح ما تفهمينيش غلط. نفهمك غلط؟ لا لا ما نفهمك اختي بو غلط. هضري صاحبتي هضري، واش بيناتنا عاد الالغاز؟ لا غير بغيت نهضر معاك زعما في واحد الموضوع. تسناي تسناي قبل ما تهضري لي في موضوعك، خليني نقول لك موضوعي. موضوعك انتي؟ واه قولها رجاء هاني معاك. خالي راه ناوي معاك المعقول. عاوز مراك تقولي. هاي 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 شيماء الحشمانة، عمرو نويتها فيك، ساعة جا معاك السر من تحشمي، كنت ناوية وجهك مقشر. ايوا زيدي كملي. ايوا المهم اختي بغيت غير نقولها لك، وبغيت نقول لك باللي خالي راه واحد بوعين زايغه، راكي عارفه حتى هو ديال الوقت ويزعق هنا ولهيه. ايه قولي لي هادي يا طبيعتو. ايوا تسنى يا صاحبتي ما تقاطعينيش، راني عاد نهضر مالكي. ايوا سيدي داك النهار من سمعت له قال لك ديك الهضره تفاجات، حتى انا ما نكتبش عليك ما كانش فراسي الخبار، وستنيت حتى كنا بزوج وتحزمت له، قلت له خالي هذيك راها صاحبتي وماشي ديال الزعاقه، الى المعقول مرحبا، ولا بغيت تفلى رقصت العنوان الغلط. بارك الله فيك اختي رجاء، شكرا بزاف عطيتي لي القيمه قدام خالك، راكي عارفه معزتك عندي ودرك زدتي. يا حراني عارفه عزيزه عندك، وحنا صحابات وبلاش علينا هاد البروتوكول والتزواق. ها شوفي انا ان شاء الله غادي نكون بنت اخت راجلك، يعني بنت لوستك، يعني حفيده عزوجتك، وفوق هاد الشي صاحبتك. ايوا خاصك طالي فيا. راني مطليه من درك. اسني نقول لك عرفتي حنا واعره ولسانها ماضي، حنا حفيداتها وما لقيناش السلاك معاها، وعندها المتعه في التصبات والحكام، وتموت على شي حاجه سميتها التسلط، وخالي جمال مو عينيها حيت اللي بغاتها يديرها لها. ايه وخالك وخوالاتك؟ ماما غادي تكون تفلتك ان شاء الله، وواحد اختها خالتي يعني ما تلقايش معاهم مشكل، كل وحده في دارها، وخالي ما كاين غير ارا برا يعيش كالنعيم، وما كان غير المساريه والماكله في الريستورات والصيف والبحر، المهم غادي تبرعي. وفوقاش غادي يجي؟ ما نعرف، ولكن راه ناوي المعقول، يعني راه رسمك غير غادي يجي ويجي ويخطبو، لحقاش راه باغي يدير العرس في اقرب وقت، حتى هو راه مزروب. ايوا مرحبا بكم. ها
هاي هاي هاي، على شي مصواب والانوثة جديد هادشي عندك؟ ايوا صاحبتي ما تحشمينيش. ايوا شوفي بلاتي الا هضر غادي نفوت له نمرتك، تواصلوا بعدا شويه وتوالفوا مع بعضياتكم صافي. الا دخلت لك بلاتي شي نمره جديده ديال الخارج عرفيه هو صافي. ايوا صافي. ايوا المهم انا نخليك بحرامه ما تكون تستناني. يلا بسلام عليك، غدوه نتلاقاو في نفس البلاص. ايوا شوفي راني غاديه صافي قبالتك، ما تقوليهاش الايمان بحتى غير حلميها باللي راكي غاديه. يلا غير خليني نمشي، زعما راني نوصيك زعما واش تراني نقول. قلت لك قعدي معاها وقنعيها وشوفي واش تحط راسها، الا سولتك عليا قول لها ما راسونا لها التليفون مشات تجري. ولا لا راه تبقى تنخلع وهي عروس، قول لها راه مشطونه وصافي مشات تقضي شي غارات. قول لها حكي حكا، قول لها راكي صيفطيني انت نجيب لك شي غارات صافي. ايوا ماما هادشي كذوب. ايوا صافي انت يا راني كذبت عليك وتيقتيني نسوق روحي. بغيت نقول لك زعما ما فيها والو بنتي، ماشي كذوب غير زعما باش تهردي معاها. ايوا ما تفقعونيش الله يرحم لكم الوالدين، راني نبقى نطيح لكم تعوق هنا. صافي صافي غير روحي ماما صافي غير روحي. ايوا يا لالا ايمان واسمو فيها فاش يا احلى فاش، تنويم المغناطيس اللي درتي لولادي ونعستيهم. ايوا ما تمهبليش الراجل اللي جاي يخطب، واش تقررتي؟ واسمو غادي نقول لك اختي، من ناحيه الراجل مبدئيا زعما راه ما فيه ما يتعب الظاهر، اما اللي مدرك راه ربي اللي حالم به. ايوا صافي ايمان، واش دايما حنا نبقاو نمشيو نفتشو في المدرك وندورو على العيوب؟ شوفي واش عجبك واش ارتحيتي له زعما موافقه عليه. ايوا اسماء راكي عطيتني ثلاثه ديال الكلمات، كل وحده سؤال خاص عليها انشاء، باش غادي نجاوبك؟ يا برجلة ايمان ما كتقاضاش، ضروري تفلسفي. يلا نحطو بعدا شويه ديال العدس ناكلو ونكملو شيختنا صافي. لا لا انا ما فيا ما ياكل والله راني شبعانه. او عندك تنساي غير راجلك سعيد. ايوا مين ما تاكليش كاع ما تفكريش في سعيد، سعيد ما يجيش درك النهار قصير وحتى كيجمع في خطره. قلت لك لالا جاوبي كي بغيتي وعلى اللي بغيتي وحكيلي بطريقتك. ايوا يلا. ايوا اسماء اختي واش تا غادي نقول لك، ما نسش عليك هو كيبان ولد الناس ونقي ومربي، وحتى الهضره ديالو طيبه بزاف، عجبتني طريقه تفكيرو. طريقه تفكيرو على شحال هضر معاك من مره. ايوا واش تا كيدير وشحال كيخلص وفين غادي تسكني، امو وختو دوك الروين كاملين واش تا قال لك عليهم؟ واش تا غادي نقول لك اسماء، عندهم امو في العروبيه حدا خالتي سعيده، وعندو امو الاخرى مربياه في طنجه بصح قال لي تسكني بوحدك، وعندو غير اختو وحده مزوجه وهو مهندس. وشحال كيخلص اسماء رهيب، كاع نسولو انا هاد السؤال ما كيهمنيش. يا حكيتك هذا هو السؤال المهم اللي غلطت حياتي مع سعيد. جوج فرنكه صاحبتي ونقسموها على 100 وكل نهار نتحاسبو واش تيزي واش ما يزيش. بصح هو من مهندس وقيله تكون الماندا ديالو صحيحه، انا يهمني تكون عنده اخلاق اللي صحيحه ويكون كلامه قد فمه. لا واه الزميطه يكون عنده الكلمه بلا دراهم، واش تعيشي حياتي ويبقاو ديك الساعه يضربوك الحيوط وديك الساعه حسبي الكلام واش قد فمه ولا كبير عليه. يا اسماء ما عمرك كنتي حساس بيا هكذا. يا اختي راه بدلتني الوقت والمسؤوليه، واش حسابك المدخول القليل والبز والكريه والمصاريف ساهلين غير ليك واش ينشفلك العروق؟ اختي راه بعض المرات نمل ونكره، وبعض المرات عاود من نشوف ولادي يلعبوا حدايا ويضحكوا نقول الحمد لله. يا اسوم الاولى الحمد لله في كل حال وعلى كل حال، وحتى واحد ما كيختار رزقه، كلنا رحنا عايشين بتصريف الله تعالى. وعندك اختي تغرق المظاهر، راه كاين اللي يدخل 5000 درهم وما يعيش مزيان، وكاين اللي مدخله قليل وديال كل نهار وربي مبارك له في رزقه وعطيه من كل الخير، القناعة والحلال هما كل شيء. ايوا المهم خليني من المواعيد درك، من تبقاي ديري آلة حاسبة وتدابزي مع الشر نشوف واش تبقى عندك نفس وجهة النظر. المهم الا ردوا عليك في شي خدمة شرطي عليه تخدمي، وما كانش كي فلوسك في يديك غتبقي نهار نهار انت تابعة الراجل على 2 دراهم ولا 10 ديال التعبئة. يا اسماء كي راكي ساخطة على الوضع اكثر ما تصور اختي. ايوا زيدي فين خليناها، واش رديتي عليه بالموافقة ولا راكي عاد دايرة داك الفيلم ديال تفكري؟ الا ماشي قضية فيلم، قضية قرار اسمى اختي وخاصو الوقت و
وهذا راه مشروع الحياه كي قال هو. لا واه مشروع ميلوده، الا راه عجبك اختي الولد ونقي كيما قلتي وكيصلي وخدام برزقه وغادي تسكني بوحدك، واش تحت غادي تقري؟ القرار راه باين، بغيتي تفرطي في هذا وتبقاي كل نهار تسمعي الويل من عند ماما؟ ايوا غي سكتي، راه قاعده بعدا على الشوك، لو كان لقات نقول له غدا نتلاقاو عند العادل. ايوا ديرها، راه حتى انا جاني التقلق ديال ماما. ايوا قبل ما يبدل رايو. ايوا راني قلت له واحد اليوم نرد عليه، راني غي خايفه هاد القضيه ديال الامهات اللي تربي واللي تولد غنبقى في شي نزاعات ولا يكون عندهم شي تقاليد ما نقدلهمش. واش داك فيهم حتى انتيا؟ ها هي لالا ما تسطعني، ما تقول لي ما تشحنوا فيا. ايوا المهم اسومه اختي غادي نمشي، لحقاش كنت عاد باغيه نهود للطحطاحه، نجيب بعدا شي حاجه خاصاني واحد جوج شيلان، غنسلي العصر ونمشي. ها كاع ما سخيتش بك صاحبتي ومازال ما كملتي لي حتى الهضره. غادي نوليو ولا نتلاقاو في الدار، المهم نقول لك اللي راني حاسه به هو الراحه النفسيه قدام هذا السيد، وكاين حوايج كنت كنتمناهم زعما في شريك الحياه كيبان فيه بعضهم. يعني صافي غير نفرح ماما؟ يا ودي ماما ما تفرح حتى تشوف الدفوع، ولو كان عليا انا والله حاجه من هاد الدفيش ما نديرها. كيفاش الدفيش؟ زعما دوك الرسميات ديال الدفوع والتبراز والحنه والله ما نبغيهم. واش انت جايه من شي كوكب؟ راه سميتو العرس وسميتك ايمان بنت عيشه، يقول لك راسك تقولي لها هاد الهضره، والله حتى تريشك بحال الدجاجه، راكي عارفه ماما. نيشان ديرها لي. ايوا المهم نمشي اختي العزيزه حتى نتلاقاو. على حزب الريح ما يودي الريح، ما يودي الريح ما يودي، وياه انا ماشي 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 ولا بيدي. يا ربي ما قلت باش تفكيت مع ياسمه، والله الا كنت هزه لها الهم. صح صغير شويه السياسه مع البنات، مع البنات حنانات، غير شويه نتاع السياسه شويه الكذوب. ما كذبت والو، قلت غير الحق. لا عيشه كذبتي، معنى ما كذبتيش. ايوا كذبتي عليها شويه، زوقتيها وصافي، ماشي كذبتي كذبتي. على حزب الريح ما يودي. هيا نوري هذيك، ماشي شايمه؟ ما يودي. ويني ويني تغني في الزنقه كي شي زوفري. ماشي ولا بيدي. يا بنت اللادينة. ماما. يا بنت اللادينة واش تهاد الطبيعه اللي فيك؟ باهي بحال التماني اللي غير تعوجي. واش بنات الناس تبارك الله يحطوا راسهم غير في الارض ويتمشاو نيشان وانتي تمشي وتشطحي؟ واش هاد الفضيحه اللي بغيتي ديري لي؟ والله ماما اسمحي لي، غير بالفرحه ما حسيتش براسي. هي باك نجح في الانتخابات بالفرحه ما حسيتيش براسك. يا بنت اللذينه واش هكا بدات تمشي؟ يا ويلي وتبهدلي، يا ويلي واستغفر الله. ايوا غير سمع ماما وغادي تعرفي السبب. جاتني واحد لاله فرحه يا ماما، يا ماما يا ماما. ترى كوني نسمع هاد الفرحه كي دايره؟ الى الفلوس واه، وقولي لي شحال ربحتي باش نعرف. وقولي لي يا ماما. هذا راه فلوس باش حميه والحميه وعظميه. ما فهمتش هضري نيشان. مولاي الخطيب لاباس عليه. ايه واحد اختك وضربيها بالعين، وزيدنا بنيتي ما شفنا بو فلوس، غير مهندس مهندس رحنا عاد نستناو روحو تربي. لا ماما ماشي مهندس، مهندس ديال ايمان، انا غادي يجي يخطبني فاكانسي. هيا نوري فاكانسي فين راه؟ غادي يجيني هاد اليامات ماما. يا العمر حليلي يا حليلي يا حليلي يا حليلي. اي ماما ما زعما راه الناس تشوف هاد براسي فيهم يقرحوا يشرحوا. قلتي لي غدوه يجيو. لا ماما راه عاد في هولندا، بصح غادي يجي في هاد اليامات ويجيو. ايي هولندا كاع. واه بصح ماما راني خايفه. يا نوري علاش انت هاني راكي خايفه؟ نقولوا ايمان معقده وانتي؟ لا غير قالوا لي مواعره شويه. ايه حتكون كاع كي لاله الزاهيه، ما تخافيش امك والله حتى ترضيها. والدنيا ديما هانية ومع الفلام وراهي ساهية، يا وهذا سعيد الأخضر الأكيد، إنسان فريد وعلى العيب بعيد، إيمان اللي معروضة للزواج، حياة اللي خرج عليها التفرجة، مرحبا بكاع الناس الغالية، قناة بوش عيب والضاوية.